لم تكن الطريق أمام هؤلاء المقاتلين وعرة، بل إنهم اعتادوا عليها في حربهم ضد ميليشيا الحوثي والمخلوع في مديرية جبل حبشي بمحافظة تعز. في هذه الجبال الشاهقة ينتشر رجال المقاومة الشعبية لصد كل محاولات الميليشيا السيطرة على المنطقة، فيما عمليات الرصد لم تتوقف بين الفينة والأخرى. ويخوض رجال المقاومة الشعبية معارك عنيفة مع الحوثيين وقوات المخلوع بكل ما يملكونه من عتاد عسكري، خاصة في بلاد الوافي كبرى مناطق مديرية جبل حبشي، وهو ما تؤكده المقاومة الشعبية. نحن في مسقط الرأس، وهو الذي أتانا غازي، ليس نحن، وسنقاتل حتى آخر قطرة من دمائنا، لن يسقط جبالنا إلا بسقوط رؤوسنا. في جبهة بلاد الوافي تسير المعارك بشكل أسرع، والترتيبات تجري في الجبهات كما هو مخطط له لردع العمليات العسكرية للميليشيا في المنطقة. تتخذ المقاومة من هذه الجبال مواقع لتكون سداً منيعاً أمام تحركات الميليشيا، وهو ما تثبته المعطيات القادمة من جبهات القتال في منطقة الصراهم، الجبهة الأكثر اشتعالاً كونها منطقة استراتيجية كما تراها المقاومة الشعبية. أنا أعتبر منطقة الصراهم يعني منطقة حساسة جداً، نحن دخلناها قبل يومين وانسحبنا تمام بالضغط الذي وقع علينا. منطقة الصراهم يعني هي تسيطر على خط تعز الحديدة، أنا أعتبرها نقطة حساسة مهمة جداً، وأنا أعتبر الفرق ما بين الصراهم وهكذا يعني من كيلو إلى كيلو، من 2 كيلو إلى كيلو نص. كل ما يحدث في جبهات القتال في جبل حبشي هو ملخص للرفض الكبير الذي بدا واضحا لأبناء المديرية ألا بقاء للميليشيا في منطقتهم، وألا تكون جسر عبور لاستكمال حصار مدينة تعز.